أفاد بيان صادر عن وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بإجراء مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية بهدف تحقيق الاستقرار الخليجي والعربي في إطار جهود المصالحة التي تقودها دولة الكويت والولايات المتحدة. وأوضح البيان حرص كافة الأطراف على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما فيه خير الشعوب. وثمن البيان أيضاً الجهود الأمريكية في هذا الملف، شاكراً جيرد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من جانبه قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية تقدر جهود الكويت والولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة، مضيفاً أن المملكة تتطلع أن تكلل هذه الجهود بالنجاح. كما رحب مجلس التعاون الخليجي بالبيان الصادر عن وزير الخارجية الكويتي، حيث أكد الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف أن البيان يعكس قوة المجلس وتماسكه وقدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات.